السيد اخويا كيهدك بالقتل بالغصاب بزاف الامور يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا بغيت غير نعرف واش كيهدك بالقتل والتصفيه الجسديه. بالقتل والتصفيه الجسديه وبالغصاب كاين شد قسمك على جوج. على جوج كاين نص ساعه نحرقو ونص ساعه نقردو ما يعرفوك تشفي ما يعرفوك في اللاعو فهمتي. نعم اخويا. وقال لي ثاني قال لي قيو حق لا اله الا الله ما خوتي سطات. قال لي تردك مرسي. قال لي ما خوتي سطات ردك مرسي. قال لي خوتي سطات ردك مرسي. وتسيت تتعنب عندو نفوذ تيقول انا ملياردير وعندي ماشي باش عندي السيدي ديالي خرجت الهضره تاعو السيدي ديالي. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من سطات من امام المحكمة الابتدائية بسطات. تفاصيل هذه الواقعة ديال هذا الشاب اللي تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية السب القتل يعني مجموعة من الأمور من طرف يعني شخص نافذ هنا بمدينة سطات اللي غادي يحكي لنا يعني تفاصيل ديال هذه الواقعة. تفضل أخويا. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم خوتي المغاربة من طنجة الكويرة. عودنا أخويا عزيز شنو وقع لك؟ أنا سميتي عزيز آيس من مدينة سطات. تنتعرض لواحد الشخص تيقول له بدون ذكر الاسماء هو شي تعنب تيقول كان ملياردير. تيقول كان ملياردير انا عندي نفوذ. انا عندي نفوذ انا ملياردير. انا اي واحد انا في سطات ندير ليه نفعل ليه. انا الشعب كله داير ليه فعل ليه بلا ما نجبد انا المعيور. لقاش كلشي غيشوف هذا الفيديو هذا تيقول كان الشعب كله راه ندير ليه. سطات كلها حاشاك فيها غير فهمتي. تفضل تفضل. هي غنشدك غادي نقصاصبك نردك مرسي نشدك نحرقك ما يعرفوك فين كاين حرق. قال لي ومعاير نمشي معيور ما كاينش شي معيور خطير ومعاير الناس القاده تاع الابتدائيه معاير شي وحدين من الناس القاده تاع الابتدائيه يعني حتى مسؤولين قضائيين مسؤولين قضائيين معاير ومعاير البوليس تاع سطات. انا عندي ميس بس عندي انا عندي الاوديوات ديالو في التليفون. يعني عندك لي زوديو في التليفون ديالو كيهدك عن طريق الواتساب. عن طريق الواتساب وخرج هذيك السيد دياز ودرت شكاية الوكيل الملك الابتدائي في سطات. درت شكاية ودارت لي الوكيلة الابتدائية دارت لي محضر استماع ودابا حاليا باقي تسير. انت اللي خايف منه انه مازال كتعرض للتهديد وتا هو البارح ملقي لي البارح ملقي لي غير تنهرب ما بقاش نخرج من الدار. ود الناس تاع سطات بقى ما حركوش شي حاجة باش غيشدوه هو تيدور حر. ولا تطالب من سيدنا الله ينصرو تطالب سيد الحموشي باش يسرق فرقة وطنية يدير بحث في هاد التحقيق. انا ما كرهتش في هاد الساعة هادي في هاد الساعة انا في هاد الساعة ما نتحركش منها نمشي قدام لولية الامن وغنريح نمشي فرقة وطنية وتتحقق في هاد الشيء. واش قال لك غنغتصبك؟ وقال غنغتصبك قال لي انت غنردك مرسي. لا حول ولا قوة. قال لي غنردك مرسي انت خوتي سطات غنردك مرسي. واش لهاد الدرجة كاين السيب اخويا؟ وهو تيتعنى تيقول لك انا ملياردير عندي الاوديوات تيقول لك انا ملياردير انا اعوذ بالله مش طراجي يا ربي اسمح لي كاين رب المغرب كله انا ندير اللي نفعل لي انا ما كاينش اللي غيقد عليا انا ما عرفنيش ربك انا شكون انا بحال ما قعدوا بلا شطار. قال شي تا راه شويه قال شي تا عدي راه شويه ماشي شي حاجه شي تا حنا راه ما عرفناش وصلنا حنا عيرنا قاعده وما درنا شحال حنا محامين هنا وما درنا شي حاجه عاد انت قلت غنردك مرتي ندير لك نشد نشوبك نشد نحرقك فهمتي استاذ. دابا خويا انا تقدمتي بشكايه للوكيل الملك تقدمت بشكايه للوكيل الملك وباقي حاليا ما كاين حتى شي حاجه باقي السيد باقي حاليا باقي يهدد فيا قال لك عندو نفوذ انا شاري هادي انا شاري هادي انا ملياردير انا قال لك تعرض لك تعرض لي البارح تعرض لي والبارح فهمتي. ودابا عيط لي السيد وكيل الملك السيد وكيل الملك عيط لي دابا ما سعدو اللي كاين واللي كاين درتي شكايه كنا حنا الشكايه درناها نبقاو حنا نتسناو حنا نبقاو مزرقين في الديور بحال الدجاج ما درتو حتى شي حاجه. السيد باقي يدور باقي المخزن ما بقى مغيش شدو شنو شاد السيبه في هاد البلاد هادو واش نمشيو حنا خو سطات واش طالب من السيد الله ينصرو سيد الحموشي يصير فرقه وطنيه هنا لا سطاسي شنو اللي نطالب. السيد راه بزاف هاد السيد راه واش انت اللي تعرضتي للتهديد ولا شي ناس مسؤولين؟ انا تعرضت للتهديد والناس هما في المحكمه قوداع في المحكمه تيعاير فيهم في الاوديوات عندي هما الاوديوات عندي يعني كتوفر على اوديوات هما الاوديوات عندي في التليفون. نعم اخويا تيعاير قوداء ومعاير محامين ومعاير البوليس. نعم اخويا هذا غيعقل عليا انا
انا راه نشد دقي نشوهك، قال لي غنحرقك، قال لي والله ما عرفوك فين مشيتي. والسيد يقدر يدير، علاش عندهم مار بزاف تاع المشاريع، عندهم فيلات، عندهم هادي، عندهم هادي، يدفنك. شوف شحال حارق من واحد قبل ما يحرقني انا. وقتلني انا تتوجه بشكايه السيد الوكيل العام، وحنا قلنا نجيو الابتدائيه من نقص الابتدائيه، نشوفوا المحكمه الاستئناف. حيت هادشي اللي كتكلم عليه خطير ديال الجسد، هادشي راه ماشي خطير. انا وليت دابا بحال شي دجاج بخشي في الدار مدرك دار. انا دابا خارج خارج قطر بوط، خلاه واد خارج قطر بوط، جاي عندك هنا مخزون باش دير هاد اللايف هادو، غنرجع للدار قطر بوط تخزن ثاني باش نشوف المخزن اش غايدير. واش كطالب اخويا؟ كنطالب سيدنا الله ينصرو، السيد حموشي في السيد فرقه وطنيه، ما عرفتش شي حاجه انا. شي راه خاطر اللي تدير هاد السيد هادو المعيور، عندي الاوديوات والسيد ديالي بخرجهم وكل شيء. شتي اللي تنطالب؟ ونشكر شوف تيفي. مرحبا خويا. دابا خويا توجهتي بشكايه للسيد وكيل الملك، مازال كتعرض للتهديدات يومين حتى الساعه. حتى الساعه يومين دابا تلقى لي البارح وشي عصابه ما عرفتش مش يا الطروبيل تاعو البارح حسين، وعيط لي البارح حتى ربعة الصباح، معيط لي في التليفون بغيتش نجاوبو في الواتساب، هو النمره تاعو من 4 الصباح معيط لي لك وصل لي التهديد، وصل لي بغيتش نجاوبو انا، يعني غنجاوبو غيبدا يعير فيا، فهمتي؟ انا بغيتش نجاوبو. كاين السيبه خويا، كاين السيبه. لا هذا راه بزاف، هذا هضره تيقول لك انا ملياردير، انا رب هادو بالله مش طراجع، انا ربك رف خدمت صحه في الدوله، هو كان خدام هنا في المحكمه الابتدائيه، كان خدام المحكمه الابتدائيه، كان كاتب الضب، قال لك انا خدمت صحه ربه مع الدوله، وانا الشعب كله، الشعب كله حاشاكم بهذا اللفظ هذا بلا ما نقولوا، فهمتي؟ راكم عارفين اش غنقول، الشعب كله راني وسطاج ما فيهاش الرجال، قال لك سطاج كلهم حاشاك، فهمتي؟ حنا تنشوفوا حنا غير السي وهبي دو مع السي المهداوي وفي البلاصه شدوه، واش نشوفوا حنا داك اللي في جديده تا هو عاير تمازيغ في البلاصه شدوه، هذا اللي باغي يغتصبني ومعير الشعب ومعير السطاج ومعير الناس تاع القوداء وباقي يدور. اذا شنو هو هادشي؟ راه السيبه في البلاد هادشي، واش نطالب سيدنا الله ينصرو؟ وانا تنطالب بلا ما ندير شي حاجه في حياتي، راه نقدر اي حاجه نديرها انا. دابا توليتي يعني كتفكر في الانتحار؟ راه اي حاجه نقدر نديرها انا قبل ما يوصلوا لي انا هادوك، ولو مشوهين لقاك تشوه لك الجثه ديالك قسموك ونحرقوك، لو ما انا شي انتحر انا عندي الرباح. انا هو دابا ها هو دابا انا الصوت تاعي شوف تيفي، وبغيت العالم كله يشوف هذا الصوت، وانا لا شفتوني معلق راسي في شي بلاصه في شي غابه ولا ملقي التران عرف على لا السبب هذا، وعرف هذا المخزن هنا ما خاش ليا حقي، انا حقي باقا ما واخذوش دابا حاليا. انا سي عزيز باش كطالب اخويا؟ تنطالب انا السلطات تاع السلطه الامنيه ياخذوا لي حقي في اقرب وقت، تنطالب من المحكمه ياخذوا لي حقي، وتنطالب سيدنا الله ينصرو ومن السي الحموشي. شكرا لك، كان هذا التصريح يعني صافي. طالبين حنا الشاب عزيز اللي تعرض لتهديدات والتصفيه الجسديه والقتل والتشويه ومجموعه من الامور، كيوجه الرساله ديالو للمسؤولين القضاء بالانصاف ديالو. نشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء بث مباشر اخر.